ناصر ماهر بيسجل أول هاتريك في الدوري قدام سموحة، أما الأهلي بيخسر لأول مرة في الدوري قدام المصري، أما أحمد السيد زيزو بيهدر أول ركلة جزاء ليه في الدوري قدام مصر المقاصة، والإسماعيلي بيحقق أول فوز ليه في الدوري الموسم الحالي قدام الاتحاد السكندري. كل ده وغيره حصل في أطول جولة في الفانتازي في العالم، ابتدت في مارس وانتهت في ابريل. يعني مصر خرجت من تصفيات كاس العالم، والدولار زاد، ورمضان جه وقرب يخلص. انا احمد غالب، ودي حلقه جديده من فانتازي الدوري المصري. انتهت الجوله 13 اللي اتلعب فيها 11 مباراه، وكان فيها دبل للاهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد السكندري. بدات الجوله بمباراه فيوتشر وسموحه، واللي انتهت بفوز فيوتشر برباعيه نظيفه. ناصر ماهر كان نجم المباراه بعد ما قدر انه يسجل هاتريك ويحصد 20 نقطه. وللي متابع ناصر ماهر في اخر كام مباراه في الدوري، فهو خيار كويس جدا للاعب خط النص يكون موجود في تشكيلتك. اتالق برده من فيوتشر في المباراه دي جوزيف نجويم، اللي قدر انه يحافظ على نظافه شباكه ويصنع هدف عشان ياخد 9 نقط. اول مباراه للاهلي في الجوله الدبل دي كانت قدام الاتحاد السكندري، واللي قدر فيها الاهلي انه يكسب 1-0 عن طريق لويس ميكيسوني. في نفس الوقت كان في مباراه بتتلعب ما بين الزمالك وبيراميدز، واللي قدر فيها الزمالك انه يفوز بنتيجه 3-2. الزمالك قدر انه يعمل ريمونتادا بعد ما كان خسران 2-1 عشان عمر السعيد يتعادل وامام عاشور يجيب هدف الفوز. امام عاشور اللي قلنا الحلقات اللي فاتت انه بيقدم اوراق اعتماده لفيريرا، شكله كده حجز مركزه في خط النص بعد تالقه في الجوله 13 بعد ما جاب 20 نقطه. اما بالنسبه لبيراميدز فتالق لاعب من كل مركز، يعني مثلا عندك في خط الدفاع علي جبر قدر انه يحافظ على الكلين شيت قدام غازي المحله ويسجل جون في الزمالك علشان ياخد 11 نقطه في الجوله. وفي خط النص عندك ابراهيم عادل، كان نجم من نجوم الفريق بعد ما سجل قدام غازي المحله وصنع قدام الزمالك. اما عندك في خط الهجوم فخري لقاي الجنوب افريقي بعد ما سجل هدف قدام الزمالك علشان ياخد 8 نقط في الجوله. ده كان ملخص سريع عن اللي حصل في الجوله 13. ودلوقتي زي ما عودناكم فقره ثابته في كل حلقه، اننا هنعرض تشكيل المتسابق اللي تصدر الترتيب في الجوله، واللي تصدر الترتيب في الجوله 13 هو ميدو، اللي قدر انه يحصد 101 نقطه بفارق نقطة واحدة بس عن صاحب المركز الثاني. طبعا زي ما هو واضح قدامكم دلوقتي ان كان في تشكيلته اكتر 2 لعيبة جابوا نقط في الجولة 13، وهم ناصر ماهر وامام عاشور بواقع 20 نقطة. مبروك يا ميدو، كسبت معانا ساعة سمارت ووتش مقدمة برعاية شاومي، وانتظر ان احنا نكلمك قريب علشان نتفق معاك وتيجي تستلم الجايزة. ودلوقتي يلا بقى نتكلم على الجاي، وهي الجولة الـ 14. بسم الله الرحمن الرحيم، كده الحاج عامر حسين قرر انه يأجل 3 مباريات في الجولة، وهما الاهلي وإستر، الاسماعيلي والمصري، وبيراميدز وسموحة، وده بسبب المشاركة الافريقية للفرق ديت في البطولات الافريقية. وبكده الجولة دي هيتلعب فيها 6 مباريات بس، ونصيحة ما تفعلش اي خاصية في الجولة دي لان ماتشاتها متكافئة ومش مضمون فيها اي نقاط لاي فريق. ده غير اننا لسه ما وصلناش اساسا لنهاية الدور الاول، وبمنظر ده من التأجيلات هيبقى فيه أسابيع فيها دبل وتريبل، وعلى الأقل هتحتاج الكارت بتاع الانتقالات المجانية. فزي ما انتوا شايفين هما 6 مباريات بس، فأنا هشاور لكم على كام لعيب كده لازم يكونوا موجودين في التشكيل بتاعكم، ومش هقدر أعمل لكم دريم تيم في الأسبوع دوت. من الزمالك وفاركو عندك امام عاشور بقى خيار كويس جدا، خاصة انه رجع يستخدم مهارته الاساسية وهي التسديد، واللي شكل فريرا كده هيعتمد عليها اكتر الاسابيع الجاية. وطبعا عندك احمد السيد زيزو موجود عند معظمنا، فسيبه اكيد ما تحركوش من تشكيلتك. مباراة انبي وطلائع الجيش عندك جون ايبوكا في الهجوم، او مصطفى شلبي في خط النص، لعيب قوي وسريع ورجله مظبوطة على الجون، وممكن يسجل او يصنع في المباراة دي. اما بقى لو عايز تاخد حد من طلائع الجيش، فما انصحكش ان انت تختار حد من الفريق غير في خط الهجوم، وهو فيكتوري بنيانجبا، لانه هو اللي ممكن يجيب لك نقط في الجوله دي. من ماتش المقاولين ومصر المقاصه، فمصر المقاصه بتقدم اداء جيد دفاعيا في الدوري لحد دلوقتي، لكن ما انصحكش انك تختار حد منهم في الشق الهجومي. وبما ان الماتش هيبقى على ارض المقاولين، فاعتقد ان مصر المقاصه مش هتطمح للفوز وهتلعب على النقطه، لكن لو عايز تاخد حد من الماتش ده فانصحك بمامادو نياس مهاجم المقاولين، سجل اخر ماتش وصنع، ده غير انه سجل لحد دلوقتي 4 اهداف. من مباراه البنك الاهلي والاتحاد، ما انصحكش انك تاخد حد من الاتحاد لان اداء الفريق مذبذب اخر كام مباراه في الدوري. اما من البنك الاهلي فاكيد محمد هلال خيار اساسي ليك، خاصه
انه سجل 9 اهداف في الدوري وكاس الرابطه وكاس مصر، وفي حاله انه ما يسجلش خطر جدا قدام الجون وممكن يصنع في اي وقت. من مباراه سيراميكا وفيوتشر، ففيوتشر الاسابيع اللي فاتت قدر انه يجبرنا اننا نعامله معامله الفرق الكبرى، بمعنى ان اي مباراه بيدخل فيها فيوتشر بيبقى ليه الحظوظ الاكبر انه يفوز بالمباراه، وبالتالي لازم يكون عندك على الاقل في خط الدفاع جوزيف نجويم، وفي خط النص يكون عندك احمد رفعت وناصر ماهر، واخر مباراه في الجوله هتكون ما بين غزل المحله والجونه، واللي بنسبه كبيره نسبه الفوز فيها هتكون رايحه اكتر لغزل المحله، وهنا ارشح لك عبده يحيى مهاجم الفريق. اما دلوقتي فهعرض لكم احمد ياسين وهو بيختار التشكيل الافضل من وجهه نظره لفانتازي الدوري المصري. الفانتازي الدوري المصري اختار كابتن محمد الشناوي طبعا النادي الاهلي، الزنفلي حارس بتاعنا طبعا ربنا معاه ان شاء الله، وكابتن علي معلول خط الدفاع، كابتن وينج، فتح الله محله، خد عبد المنعم، فيوتشر، اسامه ابراهيم طبعا كابتن اسامه لعيب كبير، اخد في خط الوسط احمد رفعت، ابراهيم عادل، وزيزو، ومصطفى فتحي، وبيرسي تام. خط الهجوم اخد ابوكا وكابتن فادي فريد ومروان حمدي. كالعادة بنتظر اسئلتكم او استفساراتكم هنا في الكومنتات بعد كل حلقة، فلو عايز تستفسر عن اي حاجة او في حاجة مش فاهمها اكتب لنا هنا في الكومنتات وهرد عليك في الحلقة الجاية ان شاء الله. وهنا تكون نهاية الحلقة، اشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين.